بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ إن شاء الله مما يسر الله لنا من كتاب نزهة النظر، ونأخذ على اقتصاد في الشرح لعلنا ننتهي أو نقرب منه إلى غد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. هذا الذي ذكرنا بالأمس، أن المتواتر المعيار الأكبر والميزان المطلوب فيه أن يكون العادة تحيل تواتر الرواة على الكذب. فإذا كان هناك مسلسل بالأئمة ولو كانوا ستة خمسة كذا، فهذا يعطينا اليقين والثلج في قلبنا بأن هؤلاء لم يتفقوا على الكذب. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثلاً لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ولذلك لا يؤخذ كلام عامة الناس أن هذا الحديث مشهور أو متواتر أو عزيز، كل هذا خاص بالمتبحر بعلم الحديث، أو المتبحر ليس المقصود منه أن يكون لا نظير له ولا ند له، إنما كل من يكون يعيش في علم الحديث إن شاء الله فيطلع على أقوال العلماء، على الأقل اطلع على أقوال العلماء الذين سبقوه بالإيمان أن هذا الحديث متواتر وهذا مشهور. نعم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكر، ومحصل يعني الخلاصة والحاصل يعني إيه؟ ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين. أن الأول من أي شيء؟ من الآحاد ما يحتف بالقرائن قد يعطي معنى التواتر. فالأول يختص بالصحيحين، حيث إن الأمة قد اجتمعت على صحة ما فيهما، فهذا يعطي التواتر. نعم. والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. طيب، هل فيكم من يقوم مثلا يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد بحيث تنظر إلى حديث ما في الصحيحين أو في أحد الصحيحين يكون له طرق متعددة برواية الأئمة أو مسلسل برواية الأئمة، هل يمكن أن توجد؟ هذا خاصة الثالث ربما يكون، والله أعلم، لا يحصل
أن يكون مسلسلا برواية الأئمة، إنما جاءت رواية أحمد عن الشافعي رحمه الله، لكن ليس هناك الأئمة الآخرون يجتمعون فيه. فإذا الثالث بما رواه الأئمة ربما لا يوجد، لكن إذا تتبعت تجد أن رواية هناك روايات تجد في الصحيحين ولها طرق متعددة تكون تعطي معنى تواتر. نعم. قال: تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. وهو طرفه الذي فيه الصحابي، يعني قل بأن ينفرد تابعي رواية الحديث عن الصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، قل بمعنى آخر أن ينفرد تابعي برواية الحديث عن الصحابي الذي رواه. نعم، لم يرويه غيره. أيوة. أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. إيه، لأنه من الممكن أن يكون الصحابي أخذ منه عدة تابعيين، لكن لم يشتهر ولم ينتشر أو لم تنتشر الرواية إلا عن واحد منهم. نعم. قال: فالأول الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار، هذا مشهور ويمثله جميع أصحاب أئمة المصطلح، ولذلك قال مسلم رحمه الله، الناس لما روى هذه الرواية: الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. الناس عيال على عبد الله بن دينار، يعني هو الذي اشتهرت عنه الرواية. نعم. قال: وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. واضح. نعم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وكذلك تجدون في الترمذي أيضا، وهو أقرب شيء عندكم، يقول: لا نعلم روى هذا الحديث إلا فلان، فهذا يدل على ما يخبر بعلمه رحمه الله ورضي الله عنه أنه لم يجد غير هذا الراوي لهذا الحديث. نعم. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. ولا يعني حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى بلد معين، يأتي هذه التفردات عند الأئمة رحمة الله عليه، ويقولون: هذا الحديث لم يروه من أهل الشام إلا فلان، هذا الحديث لم يروه عن مالك إلا فلان، وإن كان عن غير مالك روى عدة أشخاص، فهذا بالنسبة لشخص معين، إمام معين تفرد عنه راو واحد، كذلك بالنسبة لمدينة من المدن تفرد به، وهذه التفردات يذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة في كتب العلل. نعم. قال: فالفرد الأكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق النسبي: تفرد به فلان، أو أغرب به فلان. في المطلق والنسبي كلاهما يقولون: تفرد به فلان. يأتي السؤال بعد ذلك: هل هذا التفرد تفرد مطلق أم تفرد نسبي؟ أغرب به فلان، فيبقى في طياته أنه يدخل فيه النسبي والمطلق. نعم.
قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أو منقطعاً. يعني ما تجد قطع به فلان أو قطعه فلان، أرسله فلان سواء كان منقطعاً من أثناء السند. ومعلوم أن الإرسال لا يقال إلا ما يكون الصحابي تابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا مرسل وأرسله سعيد المسيب، أرسله نافع، أرسله فلان. أما إذا كان المنقطع فيكون فيما بين سفيان بن عيينة وشيخه في المتأخرين فهو منقطع، لكن إذا قالوا إذا عبروا بالفعل فيقولون أرسله سفيان بن عيينة. نعم. قال: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. قال: الصحيح لذاته وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا: الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر. هذه هي خلاصة أو نتيجة دراسة المصطلح. طبعا هذه الأقسام ما كما يقولون كل فن له موضوع، موضوعه الأحاديث لتبحث عن عوارض الذاتية، ونتيجته ماذا أو الغرض منه ماذا؟ هو معرفة الصحيح والضعيف والمنقطع والمرسل، الأحوال التي تطرأ على الأحاديث أو الآثار. نعم. فهذه خلاصة ينبغي أن تعتنوا بالضبط وحفظ التعاريف، ثم ما يتعلق به مما يطرأ عليه الحالات، وهذا هو المطلوب في الحقيقة، وكلها كمقدمات لا شك فيها، لكن هذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نعتني به اعتناء كبيرا، وهو خلاصة غرض دراسة قواعد الحديثية. نعم. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. إن وجد ما يجبر ذلك القصور، أولا الصحيح لذاته، الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذاته. هو في الحقيقة لو كان عرف رحمه الله هنا الحسن، لأنه يأتي ويقول فإن خف الضبط فهو حسن لذاته، فإن خف الضبط فهو حسن لذاته، هذا أيضا من أهم المسائل العويصة في علم المصطلح، ما مقدار خفة الضبط وكيف نعرف خفة الضبط؟ وليس لنا طريق إلا أن ندمن النذر في كتب تراجم الرواة، وخاصة الكتب التي تعتني بذكر منفردات، بذكر منكرات، بذكر الشواذ من أحاديث الرواة، هذا ليس له طريق إلا هذا. فإذا الحسن ما خف ضبطه، هذا الضبط حصل فيه خفة، قصور في الضبط، ما هو كذا؟ فلذلك يشير إلى هنا يقول وإن وجد ما يجبر ذلك القصور، ذلك القصور أين إشارة إلى ذلك القصور؟ كأن النسخة فيها يحتاج إلى النظر، والله أعلم، لأنه يقول هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، أو لأنه إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح أو لا يشتمل من صفات القبول على أعلاها، ماذا يسمى هذا الذي لا يشتمل؟ وهو الثاني إن وجد ما يجبر ذلك، فهو الذي يسمى الحسن لذاته، وهو نفسه عرف به إذا خف الضبط فهو حسن لذاته، خف خفوفا قل
وليس معناه أنه ضبطه يكون سيئا جدا، إنما الأئمة يعينون أنه أخطأ في حديث أو حديثين، وأي ثقة لا يخطئ. لكن أيها الطالب، إذا أردت أن تحكم على الحديث بالنظر إلى هذا الراوي فكن على حذر، لا تقع على ما أخطأ فيه فتصححه. هذا وارد، هذا وارد في الحقيقة. ولذلك الحسن فيه قصور في الضبط، فإذا جاءت طرق أخرى للحسن لذاته فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، يعني الصحيح لغيره. نعم. وحيث لا جبران، قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته، تحكم على الحديث أنه حسن لذاته، لكن لابد أن تحفظ هذا الشرط بألا تقع على حديث قد حكم العلماء بأنه أخطأ في هذا الحديث، إما جزئيا، وليس بالضروري أن يكون أخطأ في الحديث، ربما زاد في حديث إنما الأعمال بالنيات شيئا، فيكون تفرد به ويكون خالف الروايات المشهورة، فيقال قد أخطأ في حديث فلان الفلاني. فإذا حسن لذاته يكون راويه يسمونه يعطونه درجة الصدوق أو لا بأس به. فإذا كان صدوق لا تحكم على جميع أحاديثه بالحسن لذاته، لأن هناك خلل في بعض ضبطه، ابحث أين موضع الخلل واجعل لها فارسة، وبعد ذلك أحكم على كل حديث بعده إن شاء الله بالحسن لذاته. نعم. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. هذا يعرف لنا الضعيف الضعيف، يعني الذي يكون ضبطه كثيرا وليس خفيفا. إذا كان ضبطه خلل في ضبطه كثير وخطأه كثير ففي هذه الحالة هو ضعيف. إذا قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف عليه أو جانب قبول ما يتوقف فيه، هذا لا يتوقف فيه في الحقيقة، لا يعمل به توقف في العمل لأنه يكون ضعيفا، لكن يحكم عليه بالضعيف. فإذا بحثت يأتي الاعتبار والبحث في المتابعات والشواهد، فإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لذاته. التوقف العلماء ما يتوقفون، إنما يرون إلى الراوي إذا كان فيه سوء الحفظ فيقول هذا حديث ضعيف، ولكن له متابع أو له شاهد يقويه فيكون حسنا لا لذاته بل حسنا لغيره. نعم. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. نعم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ملكة، ملكة يقولون هيئة رأس، هذا هكذا يعرفون إذا رحت إذا في اللغة أو تعريفات للجرجاني، هيئة راسخة في القلب تصدر عنه الأعمال بدون تكلف، بدون تكلف. فإذا الإنسان يكون إن شاء الله متقيا ليس متصنعا، بل يكون إن شاء الله جرى على التقوى من وقت ما تميز إلى وقت يتحمل الحديث وغيره، بحيث لا يتكلف في الصلاة والزكاة وغيرها من أعمال الخير تصدر منه بدون تكلف أو بدون روية يقولون. فالملكة هذا هو تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى اجتناب الكبائر، والإصرار اجتناب الكبائر، كذلك الإصرار على الصغائر. المروءة ما هي؟ نعم. المروءة في الحقيقة هذا شيء ليس له ضابط، بل قد يختلف مع اختلاف أعراف الناس. فتجدون أن الصحابة كانوا يمشون وهم يأكلون ويشربون عند الحاجة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم أئمة الحديث تكاد تجد الكثير منهم يقول أنه من رأيتموه يمشي ويأكل فهذا ليست عنده مروءة، لا يؤخذ منه الحديث، لأنه مستهتر بالآداب العامة، فإذا
يكون مستهترا مستحقرا للحديث، ليس يصلح للتحديث. من رأيتموه يبول في الطريق نصوا عليه. المروءة قد يكون لباس أيضا، ألبسة قد تختلف في زمان من زمان في مكان من مكان، فهي في الحقيقة تتعلق. إذا كان طالب العلم حديث النبوي يلبس لباس أصحاب الكرة وغيرهم ويمشي في أذنه الجوال وكذا، هذا ليس طالب علم. الإمام أحمد رحمه الله رأى شخصا كان لباسه غير لباس طالب علم، قال هيئتك ليست هيئة طالب علم، إنما هيئتك هيئة حاعك. هذا ذكره في العلم المعرفة الرجال. فإذا ينبغي أن تكون الهيئة أيضا هذه تدخل في المروءة، لابد تكون هيئته هيئة طالب علم، يمشي وهو كأنه يمشي والناس يعرفون في مشيه وفي، لأن المشي خاصة حتى المشي أيضا قد يدل على حياء الإنسان وعلى خلقه السيء أو خلقه الحسن. هذا الذي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. نعم أيوة. قال والضبط ضبط صدر، ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض. كل هذه يدل على أن هذه الأمور تدخل في المروءة أيضا. أيوة. قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هنا بس الإمام رحمه الله ابن حجر يعني عبر بسمع منه، لكن تعرفون أن هناك طرق تحمل الحديث عدة، ما هو كده سمع منه أو أخذ منه أو أخذه وجادة أو كاتبه مكاتبة، كتب إلي فلان، فأي شيء يكون من طرق التحمل المعتبرة وهو وكتب في كتابه هذا صيانته لديه منذ تحمل هذا الحديث وأدخله في كتابه، لا يكون خرج من يده، لأنه إذا خرج وغاب الكتاب فكانوا يفقدون الثقة من هذا الكتاب. ربما يكون أحد أدخله، وهناك بعض الآباء كان ابتلي بابن سوء كان يدخل في حديثه أحاديث من عند نفسه، فإذا صيانته لديه يعني لا يخرج الكتاب من عنده. وعلى هذا في الحقيقة إذا اشتهر فهذا الشعر أحري بأن يشتهر عن المحدثين. ألا يا مستعير الكتب أقصر، فإن عيارتي للكتب عار. فإذا يكون العار عند المحدثين إذا كان أحد أعار وإلى الآن لا، ثم رجع الكتاب إليه، فيكون ربما المستعير لعب عنده أحد وكذا، فتأتي يعني مداخل كثيرة في اللعب في الكتاب. فلذلك الصيانة بحيث لديه لم يخرج منه ولم يشتبه فيه أنه تصرف فيه أحد بالزيادة والنقص. نعم. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. كيف كانوا يعرفون أنه ضابط تام أو ضابط ليس بالتام؟ هو هكذا عندهم توجد كلمة اسمها اعتبار وكلمة اسمها خبر. لقد خبرت، قال الإمام أحمد رحمه الله في راو أنه ضعيف، فقال ابنه عبد الله فإن ابن معين يوثقه، قال لم يخبره ابن معين. هكذا بكل صراحة. كذلك الصبر صبر الأحاديث، فيأخذون حديثه، فإذا تفرد وهو ثقة كانوا يسمونه القدامى منكر، لكنه ينظرون هل وافقه، لأن في الغالب إذا كان ثقة ويقول حدثني وحده فمن الممكن فيه خطأ، فكانوا يجعلون يبحثون هل روى هذا الحديث أحد آخر. هذا هو الصبر، بحيث كانوا يختبرون فيجدون كل حديثه مثل ما قام من المجلس لم يخطي في أدائه كما سمع. نعم. قال والمتصل ما سلم إسناده
من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. نعم، سمع أو يكون تحمل بأي طريق، يعني يكون سمع أو كتب إلي أو أعطاني كتابه، كل هذا يدخل فيه. نعم. قال: والسند تقدم تعريفه. ما هو تقدم تعريفه؟ السند سلسلة رواة الإسناد. نعم، الإجازة يمكن الجواب جائزة فيما بعد إن شاء الله. والمتن هو ما ينتهي إليه سلسلة الرواة، السند. والمعلل، قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. نعم، هو قال ما فيه علة، وعلى هذا يعني حتى لو لم تكن خفية قادحة قد يذكرون، والقرينة تدل على أن هذا يقصد إلا خفية، يقصد يقولون فيه ثلاث علل: ضعف فلان، هذا الإسناد فيه علة ضعف فلان، لكن العلة خاصة التي هي فن من فنون علوم الحديث، فما لا يطلق إلا على ما فيه علة خفية في الظاهر قادحة. نعم، والعلة القادحة قد تدخل في جميع شروط شروط الصحيح، ما رواه عدل يدخل العلة في كونه عدلا وغير عدل، تجد أن راويان باسم واحد، واحد ضعيف واحد صحيح، فظننت أنت أنه هو الثقة، وقد يكون في طبقة واحدة، وهذا موجود في كثير من الروايات موجودة، فيخطئون العلماء، وخاصة علل ابن أبي حاتم والدارقطني، فيظنه أنه هو الثقة، وإذا هو الضعيف، ما رواه عدل تام الضبط أيضا يدخل فيه، أنت تظنه تمام الضبط، والدارس الذي درس حديثه تماما وجد فيه خلل، تام الضبط. متصل السند أيضا تظنه متصل، وتظنه سمع منه في حين أنه لم يلقه وإن عصره، فيأتي في جميع أنواع شروط الصحة تدخل العلة الخفية. نعم. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تفسير آخر سيأتي، لعله يشير إلى ما كان الأئمة، ما كانوا هناك من كان يفرق قديما، الآن ناس رأينا بعض كتاباتهم قد هجموا على ابن حجر أشياء كثيرة، وقالوا إن هذا قد أدخل في مصطلح أهل الأثر ما ليس من مصطلح أهل الأثر، وكان له أن يقول هذا مصطلحي هكذا. نقول: لا، هناك الأئمة استعملوا الشاذ على كل مخالفة، سواء كان ضعيف أو ثقة، لكن فيهم من كان يفرق. كذلك منكر كانوا يطلقون على المنفرد وعلى من خالف ضعيف الثقة، فلعله يشير إلى هذا، سيأتي له تفسير آخر. نعم. قال: تنبيه، قوله: وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. هنا أيضا الجنس والفصل من على ما يقولون من اصطلاح المنطقيين. نعم. الجنس ما هو؟ تعريف الجنس يقولون ما يطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق، على كثيرين مختلفين بالحقائق. فإذا إذا قلت إنسان فهناك حيوان، فيدخل فيه إنسان، يدخل فيه فرس، يدخل فيه حمار، يدخل فيه الطير، يدخل فيه مختلفين على كثير مختلفين بحقائقهم، وحقائق كل واحد إذا أردت فلا بد أن تأتي بما يفصله عن غيره، هو الذي يسموه فصل، بما يفصله. فإذا إذا أردت الحيوان تخصه بالإنسان، فيأتي بما لا يشترك معه غيره من الحيوانات، فتقول حيوان ناطق، حيوان ناطق، فإذا لا يدخل فيه حيوان ساحل، حيوان صاهل، ولا حيوان ناهق، ولا حيوان نابح، إلى آخره. باقي قيوده كالفصل، يميز بعضها عن بعض. نعم. فالفصل ما يميز به عن جنسه. نعم. وقوله: بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل. نعم. وقوله: هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله،
وليس بنعت له. إيه هذا عارب لنا جزاه الله خير أيضا، يعني يقول ماذا قال العدل، خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، فهذه كلها فصول. نعم، خبر الآحاد يدخل فيه الضعيف والصحيح وعزيز وغريب وكله. نعم. قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. مراتب الصحيح، وتتفاوت رتبة أي وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. نعم. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. وهذا الترجيح الآن تعرفون أنهم يستعملون في كل شيء، ما هو كذا؟ الآن حينما يختبر الطلبة أو المقابلة الشخصية ترشيح للإعادة في الجامعة المعيد، ما يأخذون كلهم، لابد أن يكون من يحصل على درجة عالية، فهذا المعنى هو داخل في هذا الباب أيضا، فيكون في الحقيقة لا شك أن درجات العدالة تختلف، درجات الضبط تختلف، اتصال أيضا يختلف. درجات الاتصال كيف؟ أحد ملازم 10 سنوات وواحد جاء طاري، وهذه من وجوه الترجيح التي يذكره الأئمة رحمة الله عليهم، إذا اختلف من لم يلازم الشيخ ومع من التزم ولازم الشيخ سنين عددا فيرجحون من لازم. هذه أمور فطرية، أمور عقلية. نعم، والإسلام وديننا دين الفطرة. نعم. قال وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الآئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه. يعني إذا قالوا أن عبد الله بن عمر، أنا عبد الله بن عمر، ما هو أصح الأسانيد عن ابن عمر؟ فهذا الذي يأتي. ما هو أصح الأسانيد عن علي؟ فهذا. كذلك عن ابن مسعود أصح الأسانيد. هذا كله الأئمة أطلقوا عليه، وليس واحد منهم أو اتفقوا عليه، بعضهم قد يجعل ما يخالف الثاني، يرى أن هذا أقوى من الثاني، والمسألة اجتهادية، لكن كل هؤلاء الذين أطلق عليهم أئمة الأئمة أنه من أصح الأسانيد فهو أصح من غيرها مما لم يطلقوا عليه أنه أصح الأسانيد. نعم. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. نعم. شدوا همتكم واحفظوا هذه، تستفيدون منها إن شاء الله إلى آخر الحياة، فلا بد أن تحفظوا. قد يسأل في الحقيقة الناس ما يقدرون يجيبوا، رحت إلى الهند ويدرسون ما شاء الله طلبة، فسألت أول حديث في صحيح البخاري ما هو؟ قالوا. قلت آخر حديث ما قدر، لأنه قد يفوت على الإنسان. طيب واحد منهم قام قال، قلت طيب أذكر لنا إسناده. ما فهذه الأشياء يعني فيها لطائف، فينبغي أن تحفظوا أول حديث آخر حديث أصح الأسانيد عن أبي هريرة أصح الأسانيد، هذه أشياء ينبغي أن تكون على إحضار عندكم استحضار. طيب. نعم. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط
إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواياتهم على التي تليها. نعم. وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم، ولا شك أن هذه الترتيبات قد تفيد في ترجيح الروايات، في ترجيح الروايات إذا وقعنا في مختلف حديث لهؤلاء. نعم. قال: البحث في أصح الأسانيد. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. قال: المفاضلة بين الصحيحين وما رواه. ثم بعد ذلك يعني في البحث يذكرون أيضا أنه قد يطرأ على المفوق فيكون فائقا على الفائق، يعني قد يكون سهيل بن أبي صالح أقل درجة من الأولى أو الثانية، لكن تحيط به القرائن بحيث يكون لهذا الحديث شواهد كثيرة ومتابعات كثيرة، وقد يكون أقوى في الدرجة أو أقوى من بعض رواة الدرجة الأولى. بحثوا في هذا أيضا. نعم. قال: المفاضلة بين الصحيحين ومراتب أحاديثهما. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. قد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. لكن هذا التأويل ما يظهر كما ينبغي، لما قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني ليس هناك كتاب أصح من مسلم، ما مفهومه أنه لا البخاري ولا غيره، فإذا لا شك أنه كأنه كان يرى أنه أصح. ولعلكم تعرفون ويذكرون أن المغاربة يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكل وجهة في تفضيله. تنازع إيش؟ تخاصم قوم عندي في البخاري ومسلم، فقالوا: أي ذين يقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري. تنازع عندي في البخاري ومسلم، فقالوا: في أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. فيكون كل واحد له مزيته، لكن كلام أبي علي النيسابوري كأنه يدل بظاهره أنه يرجح صحته على البخاري أيضا، وتأويل ابن حجر لا يعني يظهر وضوحه. نعم. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصفة شاهد الوجود الواقع. الواقع يرد إذا كان أحد يقول إن صحيح حديث إن صحيح مسلم أصح من كتاب البخاري من صحيح البخاري، فيرده الواقع وجوده إيش يقول شاهد الوجود الواقع،
ما هو الواقع فالصفات، فهذا للتفصيل. أيوة، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. نعم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. هذا الباب وهذه المسألة، هناك من طلبة العلم في هذا الزمان ينكرون ويقولون أين اشترط البخاري أنه لا يقبل إلا ما صرح فيه التحديث. أولا نقول أن الأئمة قد كادوا أن يتفقوا أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، لأن مسلما يعني يكتفي بالمعاصرة، وأن البخاري يقول لابد أن يكون ثبت لقاء من الشيخ ولو مرة واحدة. وواقع صحيح البخاري تجد في مواضع كثيرة إذا جاء بصيغة التدليس بالحديث، وهذا من عبقرية البخاري رحمه الله، أنه إذا كرر الحديث لا يكرر إلا لفائدة متنية أو لفائدة إسنادية، فإذا أتى بالراوي نفسه عامش مثلا في موضع ما بالتدليس فيحاول أن يأتي في موضع آخر هذا الحديث حين يكرره بإسناد آخر كليا في التصريح لهذا. كذلك في بعض الأحيان بعد رواية المدلس يأتي بما إسناد فقط يذكر، أو يذكر الحديث لا علاقة له بالباب، في هذا الباب ليس إلا لإثبات تصريح السماء من المدلس. فهذا يدل على أن البخاري يشترط كما نقل الأئمة رحمه الله من قديم الزمان، فلا ينبغي أن يشكك فيها طلبة العلم. نعم. قال: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. نعم، لا شك فيه. وأنت الآن الشيخ سعد الله يحفظه خثلان أسمى منه ويأتي وكذا في الحرم، وأنا على الكرسي هناك ما نلتقي، معاصرة قد تكون سنين لكن ما التقينا. فالمعاصرة ليس بلازم أن يكون لقيه، لا شك فيه، وهذا أمر واضح جدا. نعم. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. لأجل لهذا ينظر كتاب الإلزامات للدارقطني كذلك أبي مسعود الثقفي يتتبع، يظهر فيه أن البخاري ومسلما، البخاري المؤاخذة عليها أو في متنه وإسناده أقل مما في صحيح مسلم، لكن لما الانتقاد هذا كله العلماء كادوا أن يحكموا أن البخاري الحق ما الشيخين. وقد درس فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ما بين الإمامين الدارقطني ومسلم، فوجدت الحمد لله واقع الأمر أنه الحق ما مسلم في إدخال هذه الرواية أو إدخال أو الرواية من هذا الراوي وكونه إن شاء الله مقبول الرواية. نعم. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذه شاهد الوجود، يعني يقول لو قال أحد أن البخاري
أقل درجة من صحيح مسلم، فالواقع يرد على هذا القول. نعم. مراتب الصحيح، ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. رواتهما، هذه من المسائل العويصة أيضا، ما هي شروط البخاري ومسلم؟ وتتبع هذه الشروط اختلف فيه العلماء، كذلك حينما يقولون لا شرط مسلم على شرط الصحيح، إذا كان المقصود هو الرواة، فالآن الحاكم حينما يقول هذا حديث على شرط الشيخين وهو من القرن، متى توفي؟ في القرن الخامس، بداية القرن الخامس، شيوخه ليسوا من رواة الصحيحين، فإذا هل نقول ماذا قال هو والمراد من شروطه؟ قال رواتهما ما باقي شروط الصحيح. فإذا إذا كانت الرواية لا شك فيه، على الطريقة التي روى البخاري ومسلم نفس الرواة، وحديث إذا كان على طريقة حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، أنه قال محمد إبراهيم، بهذا الإسناد نفسه وبهؤلاء الرواة أنفسهم، إذا جاءت رواية نقول هذا على شرط البخاري، ما هو كذا؟ لكن إذا كان قبلهم، قبل يعني جاء عند الدار عند ابن الحاكم أو عند المستخرجين رواية وهم في القرن السادس لا أو الخامس، فلا يمكن أن نقول رواته هذه الرواية هم رواة صحيح البخاري. فلذلك بعضهم قال أن يكون الرواة على صفة رواة البخاري ومسلم، يعني في الضبط وغيره وغيره. نعم، بس إشارة فقط. نعم، وبعد التفصيل موجود إن شاء الله في الكتب المطولة. أيوة. قال ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. نعم. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. إذا يعني كان دون ما أخرجه مسلم، لأن المسلم أعلى من ولو بشروطه أعلى مما يوافق شرطه عند الآخرين. نعم. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. نعم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. أولا الستة أقسام ما هي؟ ما كان ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط أحدهما دون ولا شرط أحدهما، فيكون ستة أقسام. نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وهذا القول يأتي ربما يكون في أحاديث غير الصحيحين أيضا، قد يكون يفوق على ما في أحد الصحيحين أو في الصحيحين، والله أعلم. نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، قال الحسن لذاته، فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد
فإن خف الضبط يعني بعد هذا يعني جولة طويلة ما رواه أدر تام الضبط كأنه معطوف عليه بفا، فإن خف الضبط فكماذا يكون؟ خف القوم خفوفا. أيوة. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يعني يكون في عدالته، كذلك ليس في علة ولا شذوذ، متصل أيضا، لكن ضبط ضبط الراوي يكون خفيفا، فهو الذي يسمى ما بقايا شروط أخرى أو مراعاة شروط أخرى للصحيح، فهو الحسن لذاته. فإذا الحسن لذاته، إذا قلنا السؤال، إذا قلنا بماذا يختلف الحسن لذاته في الشروط من الصحيح لذاته؟ في خفة الضبط فقط أو قلة؟ ما فهم أي تريد تجيب على هذا؟ هو هذا. نعم، بارك الله فيك. قال: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتداد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. إيه نعم، شيء خارج. ما هو شيء خارج؟ يعني هو حسن لذاته لا لشيء خارج. ما هو شيء الخارج؟ وهو الذي يكون حسنه ليس لذاته بل بسبب اعتداده من آخر، نحو حديث المستور وجاء مستور آخر وثالث، كذلك ضعيف ومستور إذا تعدت الطرق. نعم. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. هو في الحقيقة الوقت ضيق، نقول خرج باشتراط باقي الأوصاف. ما هي باقي الأوصاف غير الضبط؟ العدالة والاتصال، وكذلك قد يكون فيه شذوذ وعلة، فالضعيف قد يخل فيه أي من هذه الشروط فيكون ضعيفا. نعم. الصحيح لغيره وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راو الحسن عن راو الصحيح. نعم نعم. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، فيكون هو صحيحا لغيره إذا كان حسنا لذاته، إذا تعدد فصار صحيحا ويسمى صحيحا لغيره. نعم. فكلمة صحيح لغيره معناه أن له طرقا مختلفة. نعم. معنى قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. يعني أوضح من هذا، الترمذي في بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، فحصل له تفرد بطريق واحد فقط، لكن لماذا سماه حسنا صحيحا وهو غريب؟ فهنا لا يمكن أن تقول أن له بعض الطرق، إنما هو بعض الطرق صحيح بعض الطرق حسنة، إنما هو بعض الأئمة يرى فيقول هذا حديث صحيح، وكأن شروطه يظهر له أنها شروط الصحيح فيحكم عليه أنه صحيح، وبعضهم يحكم عليه الحسن نظرا لبعض الرواة يرى أن هناك فيه خفة ضبط. فإذا حيث تفرد يقول وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، فيقال لاختلاف أو العيمة أو للتردد الحاصل من الذي يحكم في هذا الحديث، هل يحكمه بالصحيح يعني قولا واحدا أو يحكمه بالصحيح الحسن لأنه متردد في بعض الرواة، فإما أن تكون له طرق كثيرة
أو عدة طرق وحكم عليها حسن صحيح، فيحمل أن بعض الطرق حسن وبعض الطرق صحيح. أما إذا كان غريبا فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل يعني في الرواة، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنه، فكأنه متردد هذا الإسناد الوحيد نحكم عليه أنه حسن أو نحكم عليه أنه صحيح. وعرف بهذا، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني كأنك تقول اجتماع الضدين، لأن هذا له تعريف وذاك له تعريف، والتعريف يميز كل واحد عن الآخر. أي نعم. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. نعم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. إذا كان طريق وطريق للصحيح وطريق للحسن صحيح، فإذا كان في الحسن الصحيح تردد، فإذا ما جزم به إمام من الأئمة أنه صحيح يكون أقوى فيما أو مما تردد فيه فقال حسن أو صحيح. نعم. وهذا حيث التفرد. نعم. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، لأن في حصلنا فيه طريقين على الأقل، حسن لذاته وصحيح، والذي أطلق له الصحيح له طريق واحد، فيقدم أو يترجح ما قيل فيه حسن وصحيح. نعم. إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوى أو تقوي تقوي وإلى وإلى غير لحظة لحظة أنا هنا مسح، فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. وقد صرح الترمذي بأن الحسن حسن وحده، إذا أطلق الحسن بأن شرط الحسن عنده أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ نعم. يعني هو في آخر في كتابه العلل قال: إذا قلنا أنه حسن فنعني به ما لا يكون في رواته متهم بالكذب وجاء من طرق أخرى، يعني له طرق لكن لا يكون فيه متهم بالكذب، يشير إلى أن الرواة فيهم ضعف، لكن ضعفهم لا يصل إلى الاتهام بالكذب، لا يصل إلى الاتهام بالكذب، لهم طرق. فإذا قال حسن فقط هذا حديث حسن، كأنه أخبرنا أن هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن رواة الطرق فيهم ضعف يقوي بعضها بعضا، فكأنه عرف لنا الحسن لغيره فقط. فإذا قال حسن غريب له اصطلاح آخر. نعم. أيوة. قال: والجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. نعم. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، على الأول الذي له طرق ورواته ضعاف فيقوي بعضها بعضا، إذا قال حسن فقط. أما إذا قال حسن غريب فيكون معناه أنه وإن كان له طريق واحد لكن رواته في درجة القبول، يعني الحسن لذاته. أيوة. قال: وعبارته ترشد إلى ذلك،
حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حسن صحيح حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. أيوة. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح أو صحيح فقط أو غريب فقط، لأنه مشى على طريقة الأئمة في الحكم الروايات، فلما كان اصطلاح خاص فقال إذا فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، أما الإطلاقات الأخرى فقد وجد عليه شيوخه ومعاصريه، فلذلك لم يحتاج إلى التفصيل. نعم. قال: وكأنه ترك ذلك استغناءً بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. نعم. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يفسر وجه توجيهها ولم يسفر وجه توجيهها. نعم. لم يسفر بصيغة المبني لل مع... إيه. ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد. أنت لم هذه تجر الفصل كله هؤلاء. ولم يسفر جازمة تجزم. نعم. أيوة. لم هي ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم. يعني كأنه يقول الحمد لله الذي وفقني على هذا تأويل الحديث بفضل الله تعالى. لا شك أنه لا تجد هذا التفصيل عند الآخرين. نعم. قال: حكم زيادة الثقة وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. نعم. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. نعم. فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. نعم. فكأن رواية الثقة هنا يأتي أو يتفرع منه الشذوذ والشاذ، فإذا لم تكن مخالفة لمن هم أوثق منهم فيكون مقبولا، لكن إذا كانت المخالفة ومن هم أوثق منه إما يعني بالحفظ أو بالعدد ففي هذه الحالة يكون له اسم آخر هو المنكر. وهنا أيضا هوجم على ابن حجر رحمه الله أنه أتى بشيء لم يأتي به الأوائل رحمة الله عليهم في تسمية الحديث شاذا، إنما الشاذ والمنكر عندهم بمعنى واحد، سواء خالف ثقة الثقات أو خالف ضعيف الثقة أو الثقات. فهذا لا شك فيه أن هناك توجد من كلام الأئمة رحمة الله عليهم هذا التفريق، أن الضعيف قالوا أن منكر. لو تتبعتم كتاب العلل ففي مواضع كثيرة حكم على أن هذا حديث منكر وفلان ضعيف، يعني هكذا أطلق، لكن يوجد في الوقت نفسه أنه يعم كلمة منكر على الشاذ الذي خالف ثقة وعلى الضعيف خالف الثقة. نعم.
قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم من اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. نعم، يعني كأنه يذكر لنا أن هناك بعض الناس يقبلون زيادة الثقة سواء كان مخالفة أم موافقة، وفي الحقيقة حتى يعني عقلا لا يتصور أنه يكون المخالف وضده كلاهما يكون صحيحا، وكلاهما إذا كان هناك من زاد فيه شيئا يكون نهي، وزاد فيه في نفس الشيء يكون أمر، فهذا يكون اجتماع الضدين ولا يمكن أن يصح الضدان. فإذا على كل حال تعجب ابن حجر والعجب ممن أغفل في محله. نعم. قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين حنبل ليس ممنوعا من الصرف حنبل. نعم. وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف. إذا كان شريكا في رواية لأحد الحفاظ فلا يخالف، إذا شرك أي شريكا في هذه الرواية أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن كان في شرط الصحيح. نعم. فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون مثاله مثلا إذا كان يذكرون أنه روى مسلم الحديث الذي فيه الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه ماذا فيه؟ فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من نعم فإنها من شرها فإنها لا تضره. زاد بن رمح قال: وليتحول عن جنبه، يعني كأنه يعني يغير جنبه. الآخرون ما ذكروا وليتحول من جنبه، وهذا ليس مخالفا إنما هو موافق، بمعنى زيادة حكم، لو روى منفصلا كان يقبل كذلك يقبل، وهكذا أمثلته مثل هذا يذكرونه، وهذا واضح جدا في الحقيقة، وقبله الأئمة وهو في صحيح مسلم، لو كان شاذا ما كان يدخله في صحيح. نعم. فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضراً بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً لم تكن مضرة بحديث صاحبها. نعم. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف،
فإن خُلف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك، مثاله مثلا يعني أنه أكثر لزوما له وهو ابنه بلديه، في بعض الأحيان يقول بلدي الرجل أعرف بحديث بلديه، فهذه وجوه الترجيحات. نعم، والحازمي في مقدمة كتابه ذكر 50 وجها من وجوه الترجيحات. نعم، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فإذا أطلق الإمام أن هذا المحفوظ فيه كذا، معناه أنه هناك ما جاء مقابله لابد أبحث أين هو، قد يشير إلى المحفوظ فقط ويترك ذكر الشاذ، فإذا بحثت تجد أن هناك من شذ في هذه الرواية. نعم، قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه. هو أعتقه تمام الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه ماله، أي المولى المعتق. نعم، أعطوه ماله، تمام الحديث هكذا. والحديث يعني أخرجه الأئمة رحمة الله في المعجم الكبير وكذلك مسند الطيالسي وغيرهم. نعم، والبيهقي. نعم، قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. بذكر ابن عباس وليس بدون ذكر ابن عباس، إذا كان بدون ذكر ابن عباس يكون مرسلا، وإذا كان بذكر ابن عباس فيكون موصولا، فقضى أنه موصول لأن هو المحفوظ من طريق ابن عيينة. نعم، وحماد بن زيد اختلف، حماد بن سلمة روى مثل ما روى ابن عيينة. نعم، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. نعم، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. نعم، فإذا قيل المعروف في هذا كذا معناه هناك حديث منكر، وإذا قيل هذا شاذ معناه انظر هناك شيء محفوظ، وإلا ما يحكمون عليه بالشذوذ إلا إذا كان وجدوا طلبوا ووجدوا المحفوظ. نعم، مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، حبيب هكذا مصغرا، حبيب من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هنا أشار إلى شيء جيد المعلق، ما ندري من التعليق من قال: لعل المصنف إنما ذكر ذلك من حفظه، وإلا فالذي في العلل لابن أبي حاتم حكاية هذا القول عن أبي زرعة وليس عن أبي حاتم. نعم صحيح، راجعته فوجدته هكذا، أصله مثاله ما روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، لأن ابن أبي حاتم هو الذي يقول سألت أبي وأبا زرعة سألت أبي، فهنا ابن أبي حاتم قال سألت أبا زرعة، كذلك قال أبو حاتم بدله قال أبو زرعة هو منكر. هذا التعليق في محله، جزاه الله خيرا. نعم أيوة، وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ
رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. الاعتبار وما يتفرع عنه من المتابعة، من المتابعات والشواهد، والشواهد وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. فإذا المتابعة بمعنى الموافقة، فلان تابع فلانا أي وافقه في روايته عن شيخه أو عن أحد فوقه حتى يكون متابعة تامة متابعة قاصرة. فإذا الموافقة في الرواية نفسها، نعم، بشرط أن يكون الصحابي واحد، هذا هو قول غير واحد من الأئمة واختاره ابن حجر، وبعضهم يجعل المتابعة والشاهد واحد، وسواء كان وبعضهم يقول إذا كان باللفظ فهو متابع ولو كان عن طريق صحابي آخر، وإذا كان بالمعنى فيكون شاهدا ولو كان من الصحابي نفسه باختلاف الطرق. فابن حجر على كل حال ذكر قول أكثر العلماء وأكثر استعمالاتهم ففرق بين المتابعة والشاهد. أيوة، قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعاً وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة، لأن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي روى هذه الرواية عن مالك كما روى الشافعي، فإذا الراوي عن مالك له راويان، شافعي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما يروي بوتيرة واحدة وعلى لفظ واحد، نعم، وهذه متابعة تامة، نعم. قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. نعم. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30. نعم. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم، عن ابن عمر، انظروا هنا عن ابن عمر بلفظ في الأول فأكمل العدة 30. أيضا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي روى قال فإن بهذا الإسناد روى، لأن أصحاب مالك روى، فعبد الله بن مسلمة روى فأكملوا 30. أيضا عن عبد الله بن عمر روى عاصم بن محمد فكملوا، اختلف اللفظ ما هو كذا، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أيضا فقدروا 30. فهذه متابعات قاصرة واختلفت في الألفاظ، لكن حيث أن المعنى واحد كفى أنها متابعة تامة وقاصرة، ولا يقال إنها لا تسمى متابعة إلا إذا كان باللفظ الذي بحثنا متابعته. نعم. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه
في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. يعني فإذا الشاهد يكون صحابي لصحابي، والمتابع إذا كان بحثنا الرواية فيكون تكون الرواية من صحابيين يرويان بمعنى واحد أو بلفظ واحد، والمتابع إذا كان أو المتابعة إذا بحثت المتابعة لعمر ابن عمر فأيضا يكون بالمعنى إذا روى أبو هريرة مثل ما روى ابن عمر. كذلك إذا أردنا بحث المتابعة عن الشافعي ومن بعده فلا بد أن يكون لا نسميه متابعة تامة إلا إذا كان الصحابي واحد، ولا قاصر إلا صحابي واحد. نعم. قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. نعم. فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية، وابن الصلاح خص المتابعة باللفظ والشاهد بما كان بالمعنى وإن كان الصحابي واحد، وهذا وإن كان قاله مثله غيره أيضا، لكن الأكثر التفريق أو التفريق من المتأخرين خاصة، فإذا كان هكذا فلا مشاحة في الاصطلاح ويكون الأفضل أن يفرق بينهما. نعم. قال: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. نعم. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. هو في الحقيقة أيضا مثل ما ذكر لنا في بابي أرسله فلان، ولا يقولون حتى المنقطع يقولون أرسله فلان، كذلك تكاد لا تجد إلا المتابعة حتى للشاهد تابعه فلان إلا أن يقول وله شاهد، أما شاهده فلان لا تجد هذا التعبير، إنما المتابعة إذا أرادوا فقد يعنون به الشاهد أيضا بلفظ اشتقاق صيغة الماضي أو الفعل فيقول فهو متابع أو تابعه فلان سواء كان شاهدا أو، لكن له شاهد هذا أوضح من تابعه فلان مما يستعملونه مشتركا بين الصحابي والصحابي الآخر. نعم. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. يعني قيامك بالبحث في حديث ما أو عن حديث ما أنه هل رواه غيره أم لم يروه، أو في راوي من الرواة هل وافقه أحد غيره، قيامك هذا اعتبار، فإذا وجدت فيكون تجد متابعا أو شاهدا، ربما لا تجد فتقول اعتبرت حديث فلان فلم أجد له متابعا أو شاهدا، هكذا. فقيامك بالبحث يسمى الاعتبار. ويعترض على ابن الصلاح ماذا قال الشيخ وقول ابن الصلاح؟ قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم. فإذا المتابعات والشواهد نتيجة الاعتبار، وليس الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، هكذا يقول لما قال مثل ما يقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فكأنه ثلاث القسيم أو ثلاثة أشياء قسيم بينها مع صاحبه، إلا أنه مختلف لا يدخل أحد في الثاني. كذلك هنا يظهر لما قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، فكأن الاعتبار غير المتابعات والشواهد، ما أن الاعتبار هو الفعل أو الطلب للاعتبار أو للمتابعات والشواهد، والمتابعات والشواهد نتيجة للاعتبار. نعم. قال فائدة معرفة مراتب المقبول
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. إيه نعم، إذا كان البخاري مقدم على صحيح مسلم، فإذا كان حديث يخالف البخاري فنقول البخاري مقدم. كذلك الذي يكون أوثق يكون هو المقدم على من أقل درجة منه. نعم، تقسيم المقبول، تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به، ثم المقبول ينقسم أيضاً إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولاً مثله أو يكون أمثلته كثيرة، كل حديث جاء فيه حكم لم يأتي ما ينسخه ولا يخالفه فهو من المحكم. نعم. فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مذلوليهما بغير تعسف أو لا. نعم. إذا كانت المعارضة عارض حديث ثقة حديث ثقة آخر، فثقتان قد خالفا وتعارضا مع بعض، ففي هذه الحالة لا يخلو ما يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعصف أي تأويل غير مستساغ أو لا يمكن. نعم. قال: مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوب. أنواع علوم الحديث مختلف الحديث، هو الذي يقول فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، لكن في مختلف الحديث أيضا خطوات، فتتفرع منها أيضا علوم أو أنواع أخرى. نعم. فمختلف الحديث إن أمكن الجمع فهو مختلف، إن لم يمكن الجمع فالنظر في الناسخ والمنسوخ والراجع والمرجوع. نعم. قال: مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعداء مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعاً لغيره، يعني إن الله تعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، فإذاً هو لا ينسب بعيداً عن قدر الله أن عدوى يعدي بنفسه، المرض يعدي بنفسه. إذا كان إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، فهم خطأ لا شك فيه. لكن إذا قلنا إن الله هو الممرض وهو الشافي، لكن جعل الله سببا كما جعل لكل شيء سببا، فاختلاطك بالمريض أو اختلاط المريض معك قد يسبب انتقال المرض وقد يتخلف. فإذا كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد ثم يحتمي حمية فلا يخالف إن شاء الله الدين ولا يخالف العقيدة الصحيحة. نعم. فيجمع بينهما أن الله هو الشافي وهو الممرض ويكون سببا، فأنت ابتعد. قال: فر من المجذوم حتى لا يلقي الشيطان في بالك أن اختلاطي بالمرض، لو لم أختلط لو تفتح عليك عمل الشيطان، لو لم أختلط معه ما جاءني هذا المرض. ولذلك يحتاط الإنسان لنفسه حتى لا يداخله الشيطان بأن اختلاطه مع المريض هو الذي أمرضه. ولذلك يقول: لولا كذا ولولا كذا، فلو تفتح عمل الشيطان. فإذا كان يعتقد هذا الاعتقاد فيكون الجمع بين الحديثين بهذا الاعتقاد صحيح، وكلا الحديثين محكم في مكانه. أيوة. قال: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة،
فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. نعم. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. نعم. قد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. قتيبة كتابه تاويل مختلف الحديث مطبوع، الطحاوي كتابه مشكل الآثار، ذكر فيه مشكل والمختلف كلاهما. نعم. قال الناسخ والمنسوخ. هناك نبهت أمس وذكرت أن كتاب لابن فورك مشكل الحديث، هذا يستشكل على طريقة الأشاعرة كل حديث فيه صفة من صفات الله تعالى فيؤوله، وليس المرجع لأحاديث غير أحاديث الصفات. نعم. قال الناسخ والمنسوخ. نعم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي بدليل رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخر، يعني كأنه هدف هنا قال رفع تعلق دليل شرعي بحكم شرعي، وإلا لو حذف كلمة تعلق رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو سليم في المفهوم إن شاء الله لا يخالف. نعم. قال والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. المجاز هذا كان يقول شيخنا حماد رحمه الله هذا من الطواغيت. نعم. لا شك في أنهم حتى القرآن يجعلون فيه مجاز، ليس مجاز، هو كل واحد على حقيقته على قدره، فالناسخ الحقيقي هو الله، ويكون القاضي والحاكم وكذا، والمفتي يكون ناسخا أيضا بما نسخ الله تعالى، وليس كل على حقيقته على قدره. نعم. قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. نعم. بالتاريخ يعني إذا كان صرح الصحابي كنا في غزوة أحزاب وذكر حكما ثم ذكر حكما آخر يخالفه، وقلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالمتأخر واضح، فإذا ظهر المتقدم والمتأخر فالحكم للمتأخر، المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. نعم. وليس منهما ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. نعم. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. يعني وكذلك يعني لابد أن يظهر أبو هريرة إن كان جاء بعد غزوة الأحزاب وروى شيئا من الممكن أن يكون سمع ممن أسلم من قبل، ما هو كذا، لكن إذا كان يقول مثلا وصلت إلى المدينة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور
فهذا دال على أنه ما سمع إلا هذا الوقت، فإذا كان الحكم بهذه السورة يدل على أنه سمعه في أول لقائه أو في لقائه الخاص ولم يسمع منه، فهذا يكون تأخر إسلامه يكون دليلا على تأخر حديثه. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. هذه مسألة أصولية أيضا، يذكرون الإجماع إجماع الأمة على شيء لا يكون ناسخا للحديث، لكنه قالوا الإجماع لابد أن يستند على شيء وإن لم يظهر لنا هكذا، وإن كانت أشياء عامة والأحكام عامة تدل على بأن هذا منسوخ لابد أن يكون من العلماء هذا الأمر معروفا أنهم ما قالوا من ذوقهم، لابد أن يكونوا يستندوا، فلذلك يقولون الإجماع لا يخلو من مستند أبدا، لابد أن يستند وإن لم يظهر لنا هكذا يقولون، ولذلك هذا النوع من الإجماع لا شك في الإمام أحمد وغيرهم كانوا ينكرون موكذا أنه لا يوجد، كيف نعرف الإجماع؟ فلكن إذا نقلوا هناك إجماعات كثيرة نقلت، إذا قد يظهر دليله وقد لا يظهر، فإذا لم يظهر دليله فلا نقول هذا الإجماع ناسخ، بل الدليل الذي لم يظهر لنا هو الذي نسخ. نعم، هذا الذي يريد يقول. وإن لم يعرف ماذا قال؟ أما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، ولذلك قالوا في أصول الفقه وغيره أنه الإجماع لابد أن يستند إلى دليل وإن لم يظهر لنا الدليل. نعم. قال: الترجيح بين مظاهره التعارض وضوابطه. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا. نعم. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. يعني إذا كان حديثان يختلفان ففيه عدة عنوان، أولا مختلف الحديث إن أمكن الجمع فنقول هذا من مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع فيكون الناسخ والمنسوخ، وإذا لم يمكن معرفة التاريخ فيكون الترجيح من طرق ومن وجوه الترجيح. نعم. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. ماذا يقصد؟ والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، هو عند الوصوليين كلمة يقول إذا تعارضا تساقطا، لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا، نقول لا نقول تساقطا بل ننتظر لعل الله يفتح علينا وهو الفتاح العليم بأن يترجح أحد الحديثين فيعمل به، أما إذا أسقطنا معناه غسلنا أيدينا منه، لا ننتظر نبحث لعلنا نجد ما يرجح أحدهما أو يجعل الناسخ والمنسوخ. نعم. أيوة. قال: المردود وموجبات الرد. ثم المردود وموجب الرد، هناك المقبول ذكر تفاصيلها وأنواعها، ثم المردود. أيوة. وموجب الرد إما أن يكون لسقط في إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم. أو إلى ضبطه أو إلى اتصاله أو إلى طروء علة خفية، كل هذا. نعم. أيوة. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قال المعلق: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. إذا كان من أول الإسناد واحدا، البخاري يكون قد حذف شيخه وشيخ شيخه ثم قال فلان، فيكون هذا أيضا يعني ولو كان، أو حذف شيخه وقال نسب إلى شيخه، كل هذا يسمى المعلق. نعم. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا
يجتمع مع بعض صور المعلق. نعم. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. من حيث بأنه سقط منه اثنان، فإذا حذف من مبادئ الإسناد اثنين فهو معضل ومعلق، وإذا حذف واحدا فيكون معلق أيضا، فيكون المعلق قد يكون يتفق مع المعضل، والمعضل غير المعلق إذا حذف من أسناء السند اثنان. فمبادئ السند إذا كان حذف منه اثنان فهو معلق ومعضل، قد يختلف أو يفترق المعضل من المعلق، والمعضل أيضا في بعض الأحيان يفترق من المعضل، ولذلك عموم وخصوص من وجهين يجتمعان في مادة ويفترقان في مادتين. نعم. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا. البخاري ومسلم يفعلان هذا، ابن البخاري قال ابن عمر وقال ابن مسعود وهكذا، ويكون من صور معلقه يكون قد وصل أو روى مسندا في موضع آخر. نعم. وقد لا. نعم. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. لا، يعني هو إذا كان مدلسا قضي به، يعني دلس، إذا كان عرف، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، فيقولون أنه ليس معلق بل دلس شيخه الذي لم يرد أن يذكره. لكن إذا كان ليس مدلسا ففي هذه الحالة هو يسمى تعليقا على كل حال، وإن كان شيخه لكنه يسمى تعليقا، حيث أنه حذف من سمع منه ولم يسمع من هذا الشيخ الذي ذكره الآن، لأن ذاك الحديث سمعه من شيخ يروي عن شيخ آخر له. نعم. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام ولم يقبلوه، يعني حدثني الثقة، حدثني من أثق به، هذا تعديل بالإبهام، ومن يكون أجل من الشافعي رحمه الله ولم يقبلوا منه، والشافعي في كتابه الأم وكذلك حتى في جميع كتاباته في مؤلفاته يذكر هذا حدثني الثقة، فلم يقبلوا منه، وفي بعض الأحيان يريد به يحيى إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، ولذلك قالوا ما دام ما قبل عن الشافعي لا يقبل عن أحد غيره، وهذا هو الصحيح إلا إذا كان جرب بأنه كل من قال لا أروي إلا من ثقة ووجد بعد التتبع فيطلق الحكم أنه مقبول. نعم. بارك الله فيكم. طيب ننتهي من هذا إلى المرسل. أيوة. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. في النكت ابن الصلاح بل أكثر تفصيلا منه في الحديث في هدى الساري، وكذلك في التغليق، تغليق التعليق لابن حجر. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله غدا مجلس لعل الله يقربنا إن لم ينتهي. السلام عليكم. شكرا الله فيكم.